قام رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ورئيس الكنيسة الأنجليكانية في العالم بزيارة إلى الأردن والأراضي المقدسة، حيث التقى نيافته بجلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمطران سهيل دواني رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في القدس والأرشديكون لؤي حداد. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما تناول اللقاء دور المسيحيين العرب ومساهماتهم المهمة في ماضي المنطقة وحاضرها ومستقبلها. وثمن رئيس الأساقفة جاستن ويلبي الجهود التي تقوم بها المملكة، مثمنا مساعي جلالته من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز الحوار والتسامح بين أتباع مختلف الديانات. كما أقامت أيضا رعية كنيسة الفادي الأسقفية العربية خدمة صلاة المساء وحفل استقبال على شرف رئيس الكنيسة الأنجليكانية في العالم جاستن ويلبي، شارك بها المطران سهيل دواني والأب فايق حداد راعي الكنيسة وعدد من القساوسة بحضور المطران ويليام الشومالي مطران اللاتين في الأردن والمطران ياسر العياش ولفيف من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية وشخصيات رسمية وعامة وجموع من أبناء الرعية. وفي عظة رئيس الأساقفة التي قام بترجمتها القس الكونان فائق حداد والتي شكر فيها الاستقبال المميز من أبناء الشعب الأردني وامتنانه للكنيسة الأنجليكانية في الأردن. كان لي الشرف بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشنا أمور تخص هموم المنطقة وقضاياها، وبالأخص ما يتعرض له المسيحيين من اضطهاد وعنف وتهجير قسري. وبالنسبة لي تكمن أهمية الزيارة بالدور الذي يلعبه جلالة الملك في الدعم والحفاظ على المقدسات المسيحية في القدس، كما قمت بجولة للعديد من المؤسسات والهيئات الخيرية التي تقدم خدماتها ورعايتها للاجئين والمهجرين في الأردن الذي يتحمل أعباء كثيرة ومسؤوليات متعددة اتجاههم. وكذلك التقيت بأبناء الرعية واطلعت على أحوالهم واحتياجاتهم المستقبلية، متمنيا للأردن وشعبه كل الخير والطمأنينة والسلام. وتم خلال حفل الاستقبال تكريم للعين هيفاء نجار بجائزة التميز والإبداع التربوي والأكاديمي التي منحها رئيس الأساقفة جاستن ويلبي بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، تقديرا لجهودها التربوية والأكاديمية المتميزة، حيث تمنح هذه الجائزة لخمسة أشخاص حول العالم من ضمن ما يقارب 80 مليون شخص تابعاً للكنيسة الأنجليكانية والذين لديهم باع طويل في خدمة ودعم المسيرة التربوية والأكاديمية في بلدانهم. أنا بشرفني أني أكون خادمة من الناس اللي بتقدم للتعليم بالأردن. عنا نموذج واضح أنه معترف فيه عالمياً، الأهلية للبنات والمطران للبنين. نموذجنا خدمة متميزة وهي قيم الأردن، الامتياز والامتياز والتميز والعمل، التعلم المستمر، الإبداع، الريادة. وإحنا عم نقدم نموذج بعتقد أنه متميز، واضح أنه العالم شايفه. واليوم الأردن عنا مرحلة تاريخية، اليوم جلالة الملك قدم ورقة سابعة حول مشروع التربوي الأردني. شو في أكثر من هيك دافع أمام كل تربوي أردني يقدم لهذا التطور بالمناهج. اليوم هالأنجليكان، هالقائد الأنجليكاني، وهو رجل الأول، يعني هو بابا الأنجليكان، هالقد بيحترم الأردن. وشفتي هالوجود المسيحي من كل الطوائف المسيحية، والوجود إحنا هيك، هذا الأردن، هذا العيش المشترك، خريجين مسلمين أدباء وشعراء وكتاب وعلماء خريجين مدارسنا بيمثلوا الأردن بكل فئاته، هذا التنوع الأردني، ولكن في وحدة أردنية اليوم.